اهلا وسهلا مشاهدينا، لينا منتظرك تدخلي كده ترحبي بعثمان معنا في الاستوديو. عادي نرحب بها على طول. اكيد في الاخبار الرياضيه داخل الاستوديو معنا عثمان الاصبات، برضه كاتب صحفي ومحلل رياضي لتحليل اهم الاخبار الرياضيه. صباحا اهلا بك عثمان، منور. صباح الخير عليكم وصباح الخير على مشاهدي الشروق. اهلا وسهلا. طيب نبدا طوالي مباراه الهلال السوداني بلاتينيوم، الواقع اليوم والمشهد حيكون مختلف جدا، خاصة بعد عودة الهلال، استعداده حتى النفسي وإعداد التوازن من خلال مباراة القمة. هذه مرحلة جديدة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، نتحدث عنها أكثر في شكل الاستعداد الكامل وغياب نزار حامد كمان الذي يشكل دافعية كبيرة جدا للفريق. نعم، يمكن اليوم الهلال يعود للأجواء التنافس الأفريقي بعد أحداث مباراة القمة. خلال الفترة الماضية عمل الجهاز الفني على إعداد اللاعبين نفسيا وبدنيا، والهلال تجاوز أحداث مباراة القمة. دائما مباراة القمة يعني في كثير من الأحيان تحدث فيها أحداث مشابهة، لم تكن بنفس الوضع أقل، ولكن في النهاية اللاعبين، لأن المباراة فيها شحن زايد معروف عنها، ولكن الجهاز الفني خلال الفترة الماضية يعني جلس مع اللاعبين وأكد على أهمية المباراة. في اهتمام كان من قبل مجلس الإدارة حتى أنه الفريق أول مباراة له في دور المجموعات، ضرورة تحقيق الفوز خاصة المباراة تقام في مدرمان حتى يحصل الهلال على 3 نقاط. الهلال مطالب بالفوز في جميع المباريات التي تقام في أرضه أمام البلاتينيوم والترجي والأهلي عفوا المصري والنجم الساحلي حتى يحصل على 9 نقاط، ويعني يقاتل في مباريات التقام خارج أرضه ليحصل على قدر من النقاط حتى أنه يتأهل للمرحلة القادمة سواء كان أفضل أول أو ثاني المجموعة. المباراة صعبة جدا خاصة أنه الهلال يعني يفقد عدد من اللاعبين، وكان في برنامج ضغط على مستوى الدور الممتاز، مباريات ضغطة، غياب نزار حامد، ولكن الهلال كعب أعلى وأفضل من الفرق الزيمبابوي، على يعني معروف خبرة الهلال الأفريقية أكبر ولعبته ويملك لاعبين في مميزين جدا في مستوى المنتخب الوطني. صحيح بلاتينيوم خبرته أقل من الهلال، ولكن فريق متطور جدا وفريق غني على فكرة. هو تدير شركة التعدين في زيمبابوي في شركة بلاتينيوم، وفريق حديث عهد، يعني الفريق تأسس سنة 95 لوقت قريب باسم ميموزا تابع لشركة عمال التعدين، وتحول إلى اسمه إلى بلاتينيوم بعد أن تم شراؤه من قبل شركة بلاتينيوم في العام 2011. ورغم يعني حداثة عهده حقق الدوري الزيمبابوي مرتين، وفريق قوي جدا يعني ليس سهلا. من قبل التقى مع المريخ عام 2012 في دوري ابطال افريقيا، المباراه الاولى في زيمبابوي انتهت بالتعادل بهدفين لكل، وفاز المريخ ب3 اهداف في الخرطوم. الهلال متفوق على الانديه الزيمبابويه، التقى بها 6 مرات، يمكن في عام 1990 واجه ديناموز هراري فاز بهدفين في الخرطوم مقابل هدف، و نفس النتيجة فاز بها ديناموس في زيمبابوي، واحتكم الفريقان كرات الترجيح كانت من نصيب الهلال. التقى الفريقان مجددا في عام 1995، فاز باور ديناموس ذهابا وإيابا بنتيجة 1-0. واجه الهلال كابس يونايتد في العام 2012، يمكن الهلال فاز 5 اهداف في الخرطوم و3 اهداف خارج ارضه، تفوق واضح على الانديه الزيمبابويه، ولكن الفريق ليس سهلا رغم انه يفقد اخطر اللاعبين في خط الهجوم. فريق زيمبابوي لاماك وكومينيست هم افضل اللاعبين في خط الهجوم، ولكن المدرب اكد في المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراه انه لم يملك عناصر جيده. الهلال مطالب بتحقيق الفوز بنتيجه جيده وعرض افضل حتى انه يطمن جمهوره عن المباراه القادمه حتى يحصل على 3 نقاط. على الجهاز الفني ان يضع التشكيله المناسبه، ويعني المدرب صلاح متعب اكد خلال المؤتمر الصحفي انه درس الخصم جيدا وحصل على عدد من اشرطه المباريات، عرف نقاط القوه والضعف في الفريق الزيمبابوي. الهلال اكثر جاهزيه، غياب نزار حامد لن يشكل عقبه باعتبار خط الوسط يملك الهلال عدد من الخيارات. اليوم نشهد يمكن عوده تشغيل على حساب دراج، هناك ابو عقله و يعني صهيب الثعلب وسليم. خط الوسط يعني فيه حلول جيده للجهاز الفني، يمكن يستعين باي لاعب لتغطيه غياب نزار اللي حصل على ابطال حمراء مباراه النيمبا النيجيري. صفوف الهلال مكتمله يعني، والهلال خبرته افضل، نتمنى انه يؤدي مباراه جيده ويلعب بحذر ويحترم المنافس حتى انه يحقق الفوز. الجانب الاخر نتمنى ان المدرجات تكون هادئه وينصرف الجمهور للتشجيع، ونتمنى لا تؤثر اجواء مباراه القمه على المدرجات الهلال، خاصه انه الكاف حذر كثيرا وبخصوص شغب الجماهير لا تعرض لعقوبات من قبل. نتمنى ان الجمهور تضبط نفسها وتشجع تنصرف للتشجيع كاملا على طوال 90 دقيقه، ليس التشجيع بالقطاع كما شهدنا في مباريات الانديه السودانيه. دائما جمهورنا يشجع لحظه الفنيات واحراز هدف. نتمنى انه يكون في وقفه قويه، وجمهور الهلال لا يحتاج لوصيه من احد، ولكن نتمنى انه يكون في الموعد ويبعد عن الموانع التي تحدث عنها الكاف، الشماريخ والالعاب الناريه وكبرات الصوت، حتى انه لا يتعرض الهلال لعقوبات. ايضا نتمنى ان تكون
ابراج الاضاءه في الجوهره لا تخزننا، خاصه عدنا في مباراه غير صحيح يعني. امس المجلس اكد انه تم تاهيله خاصه بعد مراغ المباراه المراقب الكاف اللي مندوب الكاف اللي اتى قبل يومين اكد انه ابدى ملاحظاته على الاضاءه، ولكن مجلس الاداره امس اكد انه تم تشغيله بشكل جيد وهي جاهزه لاستقبال المباراه، اتمنى انه يعني كل المعينات تكون في صالح الهلال حتى انه يحقق نصر جيد ويبدا بدايه قويه في المباراه مجموعات الابطال اللي غاب منها سنتين وعاد لا بقوه حتى يحقق الفوز في المباراه الاولى ويكون دافع معنوي لتحقيق الفوز في المباراه القادمه. في نفس المجموعه الثانيه حيلعب النجم الساحلي والاهلي المصري في رادس، مباراه قويه، صدام عربي قوي جدا بين الفريقين. المعروف انه النجم الساحلي يسعى للفوز خاصه مباراه غام في ارضه حتى انه حظوظه تكون اقوى، والاهلي المصري معروف بخبرته الكبيره في الابطال، فبالتالي الهلال حيكون مترقب المباراه تكون في توقيت واحد كلها في 9 مساء. نتمنى انه نشهد فوز الهلال ويعني الفريقين النجم الساحلي والاهلي والاهلي تكون نتيجه تعادل حتى انه حظوظ الهلال تكون اقوى. نعم. من الاخبار ايضا يمكن تمارين المريخ يعني تمارين المريخ ومطالبه نقل مباراته مع الفلاح عبر الخرطوم. نعم المريخ يمكن حقق فوز صعب على الرابطه كوستي، عاد بنقاط غالي جدا من كوستي خاصه مباراه طامت خارج ارضه بعد مباراه القمه. المريخ عاد للتدريبات، ممكن ملعب المريخ فيه تجري صيانه حاليا، الملعب كان ظهر بصوره الارضيه بصوره سيئه جدا. المريخ اليوم التدريب الصباحي كان في الملعب الرديف، اصلا الملعب ما استقبل المباراة، وطلب من الاتحاد العام لكرة القدم انه ينقل مباراة مع الفلاح عبر المقام يوم الاحد استاد الخرطوم، حتى انه اغلاق ملعب المريخ لاعمال الصيانة، وكان قرار حكيم جدا نقل مباراة القمة ونقل مباراة الفلاح حتى لا تعرض اللاعبين لاصابات، لانه ارضية ملعب المريخ كانت سيئة جدا وظهرت في حالة ارسالات تحتاج لوقت للترميم حتى لا يتعرض اللاعبين لاصابات. المريخ ادى تمرين اليوم وغدا يختتم تحضيرات مباراه الفلاح الصعبه. الفلاح رغم انه صاعد حديثا ولكن قدم مستويات جيده وحصل على نقاط عديده وتجاوز مرحله الوسط في ترتيب الدوري الممتاز، فبالتالي المباراه لن تكون سهله على المريخ. هنتكلم في خبر اخر وعنوان عن تصنيف المنتخب السوداني. نعم المنتخب السوداني يمكن حافظ على تصنيفه للشهر الثالث على التوالي، هو في المركز 128 عالميا وال34 افريقيا، رغم انه حققنا الفوز على ساوتومي وخسرنا من جنوب افريقيا، ولكن لا زال التصنيف لم يبارح مكانه، مركز 128 و34 عالميا. نتمنى انه التصنيف يعني المنتخب السوداني يكون في مصاف المنتخبات المتقدمه في قادم المباريات، خاصه انه انتظرنا مباريات مع جنوب افريقيا في الخرطوم وغانا في اكرا والخرطوم وساوتومي في ساوتومي، ومنتظر تصفيات قرعه تصفيات كاس العالم الافريقيه اللي حتواجهنا منتخبات اكيد كبيره وقويه. نتمنى انه المنتخب ارتفع لمستوى افضل ويتقدم في التصنيف اللي هو حافظت عليه بلجيكا، التصنيف صداره التصنيف العالمي اللي يمكن 4 أو 5 شهور على التوالي منتخب بلجيكا يقدم مستويات جيده، وكان اول متاهلين لليورو 2020 تلاه في المركز الثاني المنتخب الفرنسي وكانت البرازيل ثالثه وانجلترا رابعه والاورجواي خامسه. التصنيف الافريقي يمكن تصدرته المنتخب السنغالي اللي هو 20 عالميا الاول افريقيا، وحل في المركز الثاني المنتخب التونسي، اتى المنتخب النيجيري في المركز الثالث والجزائري رابعا رغم تتويج بامم افريقيا، وحل المنتخب المغربي في المركز الخامس. تونس ايضا حافظت على الصداره على المستوى العربي، كانت المنتخب الاول عربيا تليها المنتخب الجزائري ثانيا والمنتخب المغربي ثالث. ايضا من الاخبار ان الديبا يستغيل من تدريب فريق شرطه القذارف. نعم الديبا يمكن الشرطه كان في تباين في مستوى الفريق، يمكن اخر 5 لقاءات كان الشرطه حقق نتائج متواضعه جدا، خسر اخر مباراتين اللي هي المباراه الاخيره خسرها في ملعبه، فكان في تراجع كبير رغم البدايه الجيده للديبا مع الشرطه، حقق انتصارات 3 انتصارات متواليه في الدوري في بدايات الشرطه، كانت بدايه مثاليه لكن بعد ذلك تراجعت نتائج الفريق. اخر 5 مباريات الفريق تراجع كثيرا وخسر مباراتين في ملعبه، فالديبا شعر انه يعني حس انه في تذمر جماهيري في المباراه الماضيه من على الجهاز الفني، فانسحب بهدوء وقدم استقالته. امس اكد رئيس النادي انه تم قبول استقاله الديبا، والمجلس شرع في مفاوضات مع المدرب محمد طيب الشير بومورينو، هو كان عنده فتره زاهيه مع الشرطه وقادر للتاهيل للدور الممتاز وحقق معاه نتائج جيده وحافظ على الفريق فيه. فغالبا يعود محمد طيب لتدريب الشرطه من جديد، وهو ليس غريب على الشرطه وعلى اهل القذارف، يمكن حقق معاهم نتائج وقضى معاهم مواسم مميزه، وهو ابدا موافقته المبدئيه على العوده لتدريب الشرطه من جديد. عثمان يعني كان من قبل في خطاب للاتحاد السوداني لحصر اللاعبين وايضا دفع الرسوم بالنسبه لبطوله سيكاف، الان السودان يؤكد على مشاركته في سيكاف، نتكلم عن شكل الترتيب اكبر لهذه البطوله.
نعم، يمكن المنتخب السوداني هي منتخبات الكبار، ولكن للضغط المباريات للمنتخب الاول اللي حيواجه زي ما ذكرت قبل شوي انه حيلعب في تصفيات الكان، مباراه صعبه مع جنوب افريقيا وغانا وساو تومي، وينتظر الكره الافريقيه لكاس العالم. بالتالي الاتحاد العام راى انه يشارك بالمنتخب الشباب تطعيم بعض عناصر المنتخب الاولمبي اللي قدم مستويات جيده في التصفيات، فتوليفه حتكون جيده بين منتخبي الشباب والاولمبي، حتشارك في بطوله سيكاف المغامره في يوغندا في من الفتره من السابع الى الثاني عشر من ديسمبر المقبل. الاتحاد امس اكد على مشاركه المنتخب، والمنتخب القرعه وقعته في مجموعه صعبه جدا، الكونغو الديمقراطيه والسودان جنوب السودان والصومال. جنوب الكونغو الديمقراطيه شاركت بديل لرواندا اللي غابت لاسباب سياسيه. 12 منتخب حتى تكون في البطوله دي، المجموعه ليست سهله. جنوب السودان متطور، المنتخب الكونغولي صحيح انه في فرصه للتاهل الاول وثاني مجموعه وافضل التوارد من المجموعه للدور القادم. الاتحاد وجه بالجهاز الفني والاداري بالشروع في اعداد المنتخب لانه فتره قصيره، اليوم 29 يمكن تبقى اقل من اسبوع لانطلاقه البطوله. صحيح انه منتخب الشباب جاهز باعتباره شارك في سكاف الاخيره منتخبات الشباب واحرز المركز الرابع، اللاعيبه اللي كانوا في تمارين متواصله، ولاعيبه المنتخب الاولمبي يمكن خلال الفتره القادمه ترتيب المنتخب وتهيئته وتنفيذ فتره اعداديه جيده حتى المغادره لاوغندا بوضع افضل حتى انه حقق المنتخب نتائج جيده في بطوله السكاف. ماذا عن قرعه الدوري التاهيلي؟ نعم، غدا تترقب الانديه العشره اللي تاهلت للدوري العشره في الدوري التاهيلي والقرعه لتحديد المسارات. تم تقسيم العشره فرق لمجموعتين، كل مجموعه تضم خمسه فرق. سينتظر الجميع غدا القرعه لتحديد المسارات، معرفه نتائج المسارات حتى انه حققوا نتائج جيده، وعديد من الفرق يمكن تسعى للتاهل للدور الممتاز. حيدوب النهوض، المريخ مروابه، في انديه في يعني جديده ترقب في الظهور، ومدن جديدة ترقب في الظهور في الدور الممتاز. أثمان الأسباط الصحفي والمحل الرياضي ومحل النوافذ الرياضية أيضا من خلال صباح الشروق مقدرين جدا على قمة الجمعة دي، ونتمنى لك يوم سعيد إن شاء الله. كتر خيرك. كتر خيركم، ويوم سعيد عليكم وجمعة سعيدة عليكم وعلى مشاهدي الشروق. شكرا. كتر خيرك لينا. كتر خيرك حمزة. شكرا. كتر خير المشاهد، أكيد يعني استمتعنا جدا معكم، إن شاء الله كنتوا استمتعتوا برفقتنا وكانت الحلقة مفيدة وجميلة لكل مشاهدينا في كل مكان. تحية كمان لفريق العمل اللي اجتهد كثير جدا في تقديم هذه الحلقة بالصورة المطلوبة. حتى الملتقى إن شاء الله في حلقة قادمة من صباح الشروق، في رعاية الرحيم. مع السلامة.